معلم الألحان في الكنيسة. أعزائي كل الشمامسة والمرنمين في كل أنحاء العالم، أهلا بيكم في سلسلة من حلقات 5 تسبيح بفهم. الحلقة دي هتكلم فيها معاكم في إزاي أستخدم الدف والترينتو بشكل علمي دقيق سليم. طبعا هو الدف أو الناقوس معروف جدا وبيستخدم كده، هو ده شكله، طبعا بيستخدم كده. وعازف الدف والتريانتو بيعتبر ضابط إيقاع، يعني كأنه حضرة الضابط، بس بدل ما هو بيظبط الأمن العام وحركة المرور، هنا بيظبط إيقاع اللحن لكل الشمامسة اللي في الكنيسة. عشان كده ما ينفعش أبدا شماس يكون مش حافظ اللحن ويمسك الدف والتريانتو، لأنه إزاي هيظبط إيقاع لحن هو مش عارف ميزانه الموسيقي ولا ضربه الإيقاعي ولا سرعته؟ طب هيظبط إيه؟ عشان كده تعالوا نقول مع بعض ونحط أول قاعدة، إنه أي شماس مش حافظ اللحن وواحد عزم عليه اتفضل اعزف، يقول له بكل شجاعة: أنا آسف جدا يا معلم الكنيسة كلها، أنا للأسف الشديد مش حافظ اللحن. كده أقول لك برافو على شجاعتك الأدبية، وأنا بعتبر إن النوعية دي من البشر هتلاقيه جري بسرعة وحفظ اللحن علشان ما يتحطش في الموقف ده مرة تانية. طب هتقول لي خلاص أنا حفظت اللحن، هظبط إزاي الإيقاع بتاع اللحن؟ هقول لك على حاجة، أي إيقاع في العالم بيتكون من 3 بنود، حاجة اسمها الدم، دم نقرة قوية جدا تيجي ممكن في أول مزورة، تيجي في نصها وبتتعزف بصوت هيبقى قوي جدا، هيبقى زي كده دم، وبتتكتب على النوتة الموسيقية بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، تلاقوا راسها لتحت. وفي حاجة تانية اسمها تك، طبعا واضح انها نقرة ضعيفة شوية، الدم قوية لكن التك اضعف، وبتيجي في وسط المزورة او في اخر المزورة وبتتعزف كده اهو اخف، وطبعا بتتكتب على النوتة الموسيقية بالشكل ده، هتلاقوا راسها زي ما هي قدامنا دلوقتي مرفوعة لفوق لأنها تك. والحاجة التالتة هي اس، ودي ساكتة موسيقية ممكن تيجي في وسط المزورة أو في آخر المزورة، لكن لأنها ساكتة فمش هتتعزف، مش هعرف أعزف ساكتة، لكن بتتكتب على النوتة الموسيقية بالشكل اللي قدامنا ده واسمها اس. ومن التلاتة دول الدم والتك والاس بتتشكل كل ايقاعات الموسيقى في كل انحاء العالم. واشهر ايقاع بنستخدمه احنا في الكنيسة بيتكتب بالشكل اللي قدامنا ده، دم دم استك دم استك تك دم دم استك دم استك تك، ده اقرب حاجة للايقاعات اللي بنستخدمها مع الحان الكنيسة، وبيتعزف كده هو. وبالتالي أي شماس أو معلم وهو بيضرب الداف أو التريانتو لازم يوضح الدم والتك والإس، وإلا الإيقاع هيبقى مش واضح وهيبقى الشماسة ترتلهم بهتان ومش دقيق ومش شارب، ويبقى عامل زي بالظبط كده اللي بيصور صورة والعدسة الفوكس بتاعها مش مظبوط. يعني بصوا كده قدامنا كده صورتين، بصوا عليهم كده هتلاقوا الصورة اللي على اليمين مش واضحة بهتانة، لكن في الاخر ما حدش يقدر ينكر انها صورة السيد المسيح، لكن الحقيقة لو بصيت لها كتير عينيك هتوجعك وهتزغلل لانها مش واضحة. لكن بص على الصورة اللي على الشمال كده هتلاقوها very sharp، هتلاقوها واضحة جدا. الايقاع كده لو مش واضح، لو بهتان، هيخلي كل اللحن تايه والشمسة بيقولوا مش بدقة ومش عارفين يقولوا مع بعض. لو انا عايز اقول لكم مثلا لحن اندوس بالدف والتريانتو هقوله بوضوح ازاي؟ هقول كده اهو سي اي
لكن للأسف بقى في ناس وهي بتعزف الدف والترينتو مش بيوضحوا لا الدم ولا التك ولا الاس، قام تلاقوا يعزفوا بالطريقة دي سي سايح على بعض والإيقاع لا فيه لا دم ولا تاك ولا إس، ويبقى بقى الجدع اللي يعرف يميز الشكل الإيقاعي، وبالتالي الشمامسة لما بيجي يرتله مع الشكل الملخبط ده هيكون بنفس عدم الوضوح ده، ويبقى كده حطينا مع بعض القاعدة التانية وهي يجب أننا نعزف الدف والتريانتو مع توضيح الدم والتك والإس. المرة الجاية بقى هشرح لك باقي القواعد اللي تخليك تعزف تبقى أحسن شماس وأحسن معلم يمسك الدف والتريانتو، لكن دلوقتي هقول لك باي ونتقابل المرة الجاية.